السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناتي حلويات زبيدة. اليوم بإذن الله سأقوم بتحضير شكل صعب لبريستيج رائع بحشوة لذيذة جدا. هذا الشكل مبتكر وجديد، أتمنى أن ينال إعجابكم. سأترك لكم رابط تحضير عجينة الصابلي على صندوق الوصف، وكذلك ستجدونها على القناة. إذن أترككم مع المكونات وطريقة التزيين. إذا نبدأ على بركة الله. هنا بالنسبة للصابلي أنا يلا خرجته من الفرن، خاصو يكون لون موحد على هذا الشكل هذا. بالنسبة للمقطع اللي قطعت به الصابلي وهذا المرشم هذا اللي قطعت به، اختاريته على حسب هذا المول ديال السيليكون اللي عندي هذه القليبات. اختاريت المرشم على حسب المول ديال السيليكون اللي عندي، خاص المرشم يكون كبر من الشكل اللي عندنا في المول ديال السيليكون. دائما كيف ما كان المرشم خاصو يكون كبر من القوالب ديال مول السيليكون، الشكيلات خاصو يكون المرشم كبر منهم دائما. اذا بالنسبه للحشوه، غادي ندير الحشوه لهاد القليبات هادو. غندير من الحشوه باللوز وب هاد الكوفريت هذا، فهو كيجي زوين وغزال ومقرمش وكيجي لذيذ. فانتم ليكم الاختيار، يعني الكوفريت اللي كتحبوه غادي نديرو به الحشوه مع اللوز. بالنسبه للتزيين غنحتاج الجليكوز مع النافاج، خلطتهم بجوج بيهم هنايا. غنحتاج كذلك المنمع فضي، غنحتاج النجيمات، وغنحتاج البريو. هاد يعني هاد الشيء غتلقاوه في الاماكن الخاصه بالحلويات. هنايا ذوبت الشوكولا بيضاء كما كتشوفوا معايا، ذوبتها في الميكرووند. طريقه كتدخلوها 30 ثانيه وكتخرجوها، كتحركوها توزعوا درجه الحراره وكتردوها 30 ثانيه، وهكذا حتى كتذوب لكم الشوكولا ديالكم. الاشاره فقط ما تفوتوش 30 ثانيه، ما تفوتوهاش، يعني 30 ثانيه وتحركوا الشوكولا مزيان باش توزع درجه الحراره. اذا بالنسبه للشوكولا اللي كنخدم بها، انا كنخدم بكالا وكنخدم حتى بهذه، كنخدم حتى بهذه. هذه يعني كاينه في الابيض، حتى هي ديال الماكاو وحتى هي زوينه، يعني كتجي زوينه في بالنسبه لهذا الشيء. حتى هي كنخدم بها دابا، خدمت بهذه بيضه، هي اللي خدمت بها بحال هذه بيضه خدمت بها، وحتى قالت تجي زوينه كما قلت لكم. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غناخذو بانسو وغادي نقومو بتغليف القوالب ديالنا بهذه الطريقه. هذه طريقه يعني ما كتخسرش لينا يعني القوالب، يعني كيجينا داك الشيء نظيف، كتجينا السهوله كذلك في التغليف ديالهم هكذا بهذه الطريقه. هذه كنحاولوا ما نخليوش الفراغات، احسن حاجه هي تديروا البانسو، تستخدموا البانسو. اذا هكا، وغنخليه حتى ينشف شي شويه، اما تدخلوه للثلاجه ولا تخليوه الا كان الحال بارد، تخليوه غير برا ماشي مشكل، واحد 5 دقائق وينشف ورجع معكم باش نديرو ليه التغليف المره الثانيه، نغلفو عاوتاني بالشوكولا المره الثانيه ونديرو الحشوه. اذا الان بعد ما خرجت هاد المول هذا من الثلاجه وبرد لينا كما كتشوفوا، دابا غادي ندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه غندير كوفريت كما كتشوفوا معايا، وخليته قطع باينه، غنديرو بهذا الشكل هذا، وغنديرو لوزة. بهذا الشكل كما كتشوفوا، نحاولوا نملؤوا دوك الفراغات بالكوفريت، ما نخليهمش يعني خارجين،
مش ماشي ملي نعمروهم بالشوكولا يبقاو دوك الطريفات باينين، ما خصناش يجيونا الطريفات باينين، خصنا نخليه واحد المسافة من الفوق خاوية كما كتشوفوا معايا الآن بهذه الطريقة هذه، باش كيجيو زوينين وكتجي ديك القرمشة فيهم ديال الكوفريت. يعني كاين الناس اللي كيعشقوا الكوفريت، فلهذا انا يا اختاريت اليوم ندير لكم صابلي محشو باللوز والكوفريت. اذا بعد ما صايبت الحشوه كما كتشوفوا، ممكن لكم ديروا يعني اي حشوه، يعني على حسب كل واحد والذوق ديالو وكل واحد الاختيار ديالو. المهم هذه افكار فقط، ممكن لكم تبدلوا الحشوه بداكشي اللي كتحبوه نتوما. بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وكنحركوا شويه القالب بحال هكا باش كيتساوى لينا الشوكولا كتتساوى. بحال هكا اذا غندخلو للثلاجة يبرد ورجع معكم باش نشوفو طريقة التزيين. اذا بعد ما برد لنا الشوكولات مزيان خليناه واحد 10 دقائق تقريبا في الثلاجة، الان غادا نمر لمرحلة التزيين. كما كتشوفو كيجينا زوين، ناخذ صابلي غندهنو بشويه ديال الجليكوز. بعد ما دهنت الصابلي بالجليكوز مع الناباج غادي نلصق هذا القلب بهذه الطريقه. وغنوضع هاد النجيمات غنضعهم في الجوانب. هذه الطريقه من بعد كيقبطوا راسهم ممكن لكم تزينوا يعني باي كاين الاشكال عديده ممكن لكم تزينوا بها على حسب يعني الذوق ديالكم نتوما. دابا غنوضع بريو بهذه الطريقه. كيعطيونا منظر زوين في الشكل ديالهم. وغنديروا هذا الملمع الفضي غير شويه فقط، غادي نلمعوا به الشوكولا باش كتعطينا واحد اللمعه واحد اللمعان زوين. نحاولوا ما نشدوش هاد الصابلي بيدينا باش ما يمشيش لي هاد اللمعان ديالو، يعني نكونوا كنزينو نحاولوا اننا ما نبقوش نقبطو بيدينا
يعني بهذه الطريقه كما كتشوفوا. في الاخير يعني كنوضع واحد شويه ديال الجليكوز هنايا في الوسط، نوضعو غير بالبانسو هكا كما كتشوفوا، وغنوضعو نجيمه نوضعوها في الوسط هكا بهذه الطريقه. غنديروا ليها شويه ديال الملمع. اذا كان هذا هو شكل صابلي بريستيج لليوم، مبتكر وحصري جديد على القناة، اتمنى ان ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك، كذلك لا تنسوا الانضمام الى قناتي للمزيد من الوصفات الرائعة والمتميزة. كنشكركم على حسن المتابعة والوفاء، والى اللقاء الى فيديوهات قادمة ان شاء الله.